هذا ورفع المصلون أصدق التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى كافة شعب البحرين، راجين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بالخير واليمن والبركات. بخطوات الفرح والابتهاج والسرور امتلأت مصليات عيد الفطر المبارك بجموع المصلين إحياء لشعائر هذه الصلاة، مودعين خير شهور السنة وأفضلها، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يتقبل طاعاتهم وأن يعيد رمضان عليهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير والمغفرة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولي أمرنا ولي عهده لكل خير ولكل ما فيه رقي هذا البلد وأمنه واستقراره، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نهنئ جلالة الملك المعظم سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد وشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونتمنى لهم لجميع الموجودين المقيمين والمواطنين في مملكة البحرين بالأمن والأمان والسعادة، الله يعود على البحرين باليمن والرخاء. نشكر الحكومة الرشيدة على توفير المصليات والأماكن لتقام فيها شعائر الله. شهدنا السنة في رمضان، والحمد لله الآن بعد رمضان ما شاء الله الجوامع والمساجد والمصليات فيها اهتمام، وهذا مو بغريب على حكومة مملكة البحرين. ما أن انقضت صلاة العيد حتى بدأ المصلون بتبادل التهاني والتبريكات ابتهاجا بالعيد السعيد، فرحة غامرة يشارك بها الجميع صغارا وكبارا، رحمة ومحبة وسرورا. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم وأن يمن علينا بالصحة والعافية وجميع المسلمين، وبداية نحب أن نهنئ جلالة الملك المعظم وولي عهد الأمين على هذه المناسبة عيد الفطر المبارك، ونهنئ جميع شعب البحرين، نسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أهنئ أهلي وشعب البحرين مناسبة عيد الفطر السعيد، أعوده علينا الله باليمن والبركة، كل عام وانتم بخير. أهنئ شعب مملكة البحرين وجلالة الملك المعظم وولي عهده الأمين بهذه المناسبة المباركة، وأهنئ ذوي أهلي وذوي وجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الشعيرة وهذه المواسم والطاعات، ونحن في أزمنة عديدة وفي صحة وعافية. تنظيم إقامة صلاة العيد في مختلف محافظات المملكة حظي بإشادة كبيرة من المصلين، أشرفت عليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتعاون كبير من قبل منتسبي وزارة الداخلية، ما سهل على مرتادي المصليات أداء هذه الشعيرة بكل يسر وسهولة. بهذه المشاعر التي يملأها الإيمان والامتنان إلى بارئهم، يودع شعب مملكة البحرين شهر رمضان المبارك متضرعين إلى بارئهم بأن يعيده على مملكة البحرين وقيادتها بالأمن والرخاء واليمن والبركات. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. الله